يقول في سؤال آخر: عندما يقوم شخص بدفع نفقة الحج عن أحد والديه، وربما كان في هذا المال شبهة من حرام وهما لا يعلمان عنها شيئا، فهل حجهما صحيح أم لا؟ إذا كان لم يعلم أن هذا المال محرم أو أنه فيه شبهة فحجهما صحيح لعدم علمهما، وإن علم أن هذا المال محرم حجهما صحيح أيضا لكن مع الإثم، فيا ثماني على استعمال المال المحرم، ولكن الحج إذا أديت مناسكه على الوجه المشروع فإنه يكون صحيحا مع الإثم ووجوب التوبة إلى الله عز وجل من المال الحرام، وإن تصدق بقدر ما أنفق من المال الحرام فإن ذلك أبرأ لذمته. إن كان هذا الحرام يعلم صاحبه، إن كان هذا المال الحرام يعلم صاحبه وهو مأخوذ منه بغير حق وبغير طيب نفس منه فإنه يجب رد المال عليه، وإن لم يكن يعلمه فإنه يتصدق به على محتاج. نعم.